السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اشخباركم؟ كنتمنى تكون اموركم هانيه ورمضان مبارك سعيد. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنوجد معكم البغرير، وبغيت نوريكم الطريقه ديالي. اذا البنات، في المكونات نحتاجو معلقه كبيره ديال السكر سنيده، جوج كيسان ديال الفرز، كاس ديال السميده الرقيقه، ساشي ديال الفاني، 14 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، شويه ديال خميره الخبز، الملحه والمدافي. إذن البنات، كنبداو كنخلطو جميع المكونات مع هاد الخميرة ديال الحلوى، كنخليوها هي الأخرى. أنا كندير الفرز، نزيد السميدة الرقيقة، نزيد لافاني، شوية خميرة الخبز، الملحة، نرسم معلقة بالملحة، وخميرة الخبز البنات حتى هي تقريبا راس ديال المعلقة صغيرة. اول عملية كنبداو بها البنات هي كما كنبداو نزيدو في الماء وكنخلطو بالمعلقة حتى نشوفو الخليط شحال غياخد لينا ديال الماء. البنات خدا ليا 3.5 كيسان، البنات غادي نبدا نخدم بالميكسر، نحاول نميكسي المكونات كاملين مزيان. غادي نزيد الخميرة ديال الحلوى وغادي نرجع نخلط.
هاد الناس كملت. غادي نغطي الخليط بواحد المنديل ونخليها ترتاح تقريبا 5 دقائق حتى 10 دقائق ونبدا نخبز. انا البنات كنوريكم كيفاش الكثافه ديالو كتكون. من بعد البنات مندزت شويه ديال الوقت خليته يرتاح بديت كنخبز. شفتوا الخليط ما كيكونش ثقيل بزاف وما كيكونش خفيف بزاف.